لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز والله فوزا عظيما، لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقوده، عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفى العقود. ملأوا بالعداء جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد، ومذلا جل ناداها لموا وهم المسرعون مهما نودوا. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعود، فقضى والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود. تركوهم على الصعيد ثلاثة، يا بنفسي ماذا يقل الصعيد، تربة تعكف الملائك فيها فركوع لهم بها وسجوده، وعلى العيس من بنات علي نوحون كل لفظها ترديد. سلبتها
أيدي الجفاة حلاها فخلا معصمون وعطل جيده وعليها الصياط لما تلوت وعليها الصياط لما تلوت خلفتها أساور وعقود عجبا لم تلن قلوب الأعادي لحنين يلين منه الحديد وقساه حيث لم يعض بنانا لعليل عضت عليه القيود قد ما لقوا قد ما لقوا قد ثقيل وجمعة قد ما لقوا قد ما لقوا قد ما لقوا قد ثقيل وجمعة قد ما لقوا وين الشفيع يا والدي راعي الحمي يا عم وانا علي يا الاكبر بدر الكمال التم قد يحز بساقي وقد شراب من دم قد ثقيل وجمعة قد ما قد ما لقوا قد ما قد ثقيل وجمعة قد ما ما عدكم إسلامية وجعان ويتكلفون قد يحز بساقي وقد يحز بمتون وكل ما طلبت الخفة منكم ثقل زدتون قد ثقل وجمعة قد ما وهذه وصية والدي يوم مضى وخلف الله لردها جذعة فيكم محد يمنع ويا قوم لا تكلفوني تكلف ما يوسعني قد ثقيل وجمعة قد ما أبدا ما فيكم رحمة حاشا ولا إسلامي رحموا الحال وذلي يا قوم غيرني
وهذه وش اللي فعلنا بكم هاي عزوتي مرمي وقيد ثقل وجامعة قيد ما ومثل ما شفنا حادي يمشي ولا يتهي وكل ما طلبنا الخفة شاطوا علينا زي ولا تزعجون الناقة وانا عليها مقه ولا تزعجون الناقة وانا عليها مقه قيد ثقيل وجامعة قيد ما ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين. ورد عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال أحيوا أمرنا فإنه من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. صدق سيدنا ومولانا أبي عبد الله صادق آل بيت محمد. الكثير من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام التي تحث المؤمنين على إحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم، روايات واردة عن الإمام الباقر وعن الصادق وعن الكاظم وعن الرضا صلوات الله وسلامه عليهم، تحث أتباعهم على إحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم. أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قال نعم مولاه. قال إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا يا فضيل رحم الله من أحيا أمرنا. ليش كل هذه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام؟ سؤال قد يطرح، لماذا هذه الروايات العديدة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم التي تحث المؤمنين على إحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم؟ هل أمر أهل البيت ميت حتى أنك تجد هذه الروايات العديدة والكثيرة المتواترة عنهم التي تحث المؤمنين على إحياء أمرهم؟ هل أمر أهل البيت قابل للموت حتى يراد له الإحياء؟ كل هذه أسئلة لابد من الإجابة عليها. طبعا أمر أهل البيت عليهم السلام
لا يتعرض للموت بمعنى الزوال والمحو. الموت له مرتبتان، كل فكر له حياة وله موت. الفكر الذي يمحى ويزال يطلق عليه أنه ميت. الفكر الذي يعرض عنه، والفكر الذي لا يكون له ذكر بين الناس يطلق عليه أيضا أنه ميت. الفكر الذي يهجر ويعرض عنه أيضا هذا فكر ميت، ولكن مرتبة دون مرتبة. طبعا فكر أهل البيت عليهم السلام غير قابل للموت بمعنى الزوال والمحو. لماذا؟ لأنه نور الله، ويأبى الله إلا يتم نوره. فكر أهل البيت لا يقبل الموت بمعنى الزوال والمحو، لكن قد يسعى بعض الحكام لأن يكون فكر أهل البيت ميتا بمعنى الإعراض والهجر. فكر أهل البيت عليهم السلام سعى بنو أمية وابن العباس أن يكون هذا الفكر فكرا مهجورا. إذن المراد من الحياة في هذه الروايات قد يكون بمعنى الحياة الحقيقية. الأمويون والعباسيون سعوا إلى أن يكون فكر أهل البيت فكرا معرض عنه، الناس تخاف أن تنتمي إلى هذه المدرسة، أن تقول أنها متبعة إلى أهل البيت عليهم السلام. أوعزوا إلى ولاتهم أنه القاضي ممنوع أن يقضي بقضاء علي، المحدث ممنوع أن يتحدث بأحاديث علي وأهل بيته وفضائلهم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا على مستوى المجالس ممنوع الحديث في المجالس عن أهل البيت وعن فضائلهم وعن سيرتهم وعن فقههم صلوات الله وسلامه عليه. إذن سعوا أن يكون هذا الفكر فكرا مهجورا، الناس تعرض عن هذا الفكر. ليش؟ لأن القاضي إذا قضى بقضاء علي عليه السلام يعزل من منصبه، هذا معين من قبل الدولة فيعزل، قد يسجن قد يقتل. هكذا الراوي يخاف أن يروي أحاديث عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن فضائله وعن أهل بيته. بلغت الدرجة أن المحدث إذا أراد أن يتحدث بأحاديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول حدثنا أبو زينب، حتى لا يعرف من هو المحدث عنه. وبلغت الدرجة بالإمام الصادق عليه السلام أن يقول خالفوهم فإن الرشد في خلافهم. في خلاف من؟ هؤلاء علماء السلطان، لأنهم حكموا بنقيض حكم علي بن أبي طالب عليه السلام. واللي يحكم عكس حكم علي بن أبي طالب بمعنى أنه يحكم ضد القرآن، لا يسير بسيرة القرآن. النبي صلى الله عليه وآله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي، مو فقط علي مع القرآن، أيضا القرآن مع علي صلوات الله وسلامه. واللي خالف أمير المؤمنين عليه السلام بمعنى أنه يخالف القرآن، والذي يخالف القرآن يخالف الله سبحانه وتعالى. أهل البيت عليهم السلام لما دعوا أتباعهم لإحياء أمرهم أرادوا أن يكون أمر أهل البيت عليهم السلام حيا بين الناس. رغم هذا التضييق على الناس إلا أن أهل البيت عليهم السلام أكدوا على شيعتهم وحثوا شيعتهم على إحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليه. رغم هذا التضييق
سعوا أن يكون فكر أهل البيت عليهم السلام فكرا حيا حيا بين الناس، أن لا يكون فكرا ميتا. إذن هذه الإجابة الأولى. إجابة الثانية أن المراد من الحياة في هذه الروايات هي الحياة الوجدانية، حياة القلوب. فكر أهل البيت فكر لا يموت ولا يستطيع أحد أن يميت فكر أهل البيت عليهم السلام، ولكن قلوبنا هي الميتة التي تحتاج إلى الحياة، تحيا بفكر أهل البيت عليهم السلام. كل قلب ليس فيه حب أهل البيت عليهم السلام هذا قلب ميت. كل قلب لا يسير بسيرة أهل البيت عليهم السلام هذا القلب ميت. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما القلب بمعنى موت القلب، هذا القلب الذي لا يسير بسيرة أهل البيت هو قلب ميت، يحتاج إلى الحياة، يحتاج إلى نور أهل البيت عليهم السلام، يحتاج إلى البصيرة. المؤمن يمشي على بصيرة، اللي يسير بنهج أهل البيت عليهم السلام يصبح ذو بصيرة، يعرف من أين وإلى أين وفي أين. كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده فيه. معنى أن الإمام يمشي على بصيرة، المؤمن كذلك إذا سار بسيرة أهل البيت وانتهج نهج أهل البيت عليهم السلام يصبح ذو بصيرة. المؤمن لابد أن يكون صاحب بصيرة، يمشي في النور وبالنور، وهو نور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. قلوبنا ميتة تحتاج إلى نور أهل البيت كي تبصر، كي تصبح قلوب مبصرة. قلوبنا عمياء تحتاج إلى هذا النور، نور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. الإجابة الثانية، إجابة الثالثة، أن المراد من الحياة في هذه الروايات هي الحياة الاعتبارية، الحياة الإعلامية. لابد أن يكون لفكر أهل البيت عليهم السلام وجود في الإعلام. الإعلام مو فقط على مستوى القنوات والإذاعات والصحف، لا، كل إنسان ينتمي إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام هو إعلامي لأهل البيت. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، كونوا دعاة لنا صامتين. كل واحد ينتمي إلى هذا إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام هو إعلامي. لما يشوفون أخلاقك أخلاق أهل البيت عليهم السلام يقولون نعم هذه تربية جعفر بن محمد. ولكن لا، إذا أنت تقول أنك تنتمي إلى هذه المدرسة وإلى هذا الخط، وإذا بسلوكك وأخلاقك مضادة لفكر أهل البيت ولأخلاق أهل البيت عليهم السلام، مو تكون وبال؟ كونوا زينا لنا الإمام الصادق، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. بما أن أنا أنتمي إلى هذه المدرسة لابد أن أنتهج على منهج هذه المدرسة، على وفق هذه المدرسة، لابد أن يكون لهذا الفكر وجود في الإعلام على المستوى الشخصي وعلى المستوى الواسع، على مستوى الفضائيات، على مستوى الإذاعة، لابد أن يكون لهذا الفكر وجود، مو فقط على مستوى الفكر نشر فكر أهل البيت عليهم السلام
كذلك على مستوى نشر مأساة أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. وهذا ما أكد عليه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في كثير من مواقفهم. الإمام الباقر عليه السلام يستأجر 10 جواري يأمرهم بالجلوس على قارعة الطريق في ميناء، حجاج داخلين إلى ميناء، وهن يندبن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يستأجر جواري للبكاء عليه ولندبه صلوات الله وسلامه عليه. لابد بالتعريف بمأساة أهل البيت عليهم السلام ومن هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الدور هو الذي قام به مولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه. لما أدخلوا إلى الشام الإعلام الرسمي شنو يقول؟ هؤلاء خوارج خرجوا على الأمير، ها؟ وهذولا سبايا الخوارج وهذه رؤوس الخوارج. طيب من هم هؤلاء؟ من وين؟ شنو ديانتهم؟ ليش خرجوا؟ كل هذا أسدل عليه الستار. وهذا الدور قام به الإمام زين العابدين ليبين من هم هؤلاء. صعد على المنبر وبدأ يعرف من هو ومن أين. يقول أنا ابن مكة ومنها، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الرداء، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فذاك جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا ابن من ضرب على خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من هاجر الهجرتين وصلى القبلتين وقاتل ببدر وحنين، أنا ابن من لم يكفر بالله طرفة عين، فذاك جدي علي بن أبي طالب، أنا ابن بضعة المصطفى، أنا ابن فاطمة زهراء إلى أن قال أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن المحزوز من القفا، أنا ابن من رأسه على القناة، أنا ابن من نساؤه من العراق إلى الشام تهدى، ولم يزل يقول أنا حتى ضج المجلس بالبكاء ينادون وحسينا. أجلسهم في تلك الخربة التي لا تقيهم من برد ولا حار، يقول المنهال دخلت إلى الشام
ومررت على تلك الخربة، وإذا بي أرى رجلا يرتدي ثوبا أحمر، وكان العرب لا يرتدون هذه الثياب. قلت هذا إما هندي أو تركي، مررت عليه وإذا به ينادي من هال. قلت هذا عربي، رجعت إليه سلمت عليه، قال يا من هال أولم تعرفني؟ قلت لا، قال يا من هال أنا إمامك زين العابدين. نظرت إليه وإذا بالشمس قد غيرت ألوانه، نظرت إلى وجهه وإذا بالصياط قد غيرت ملامح وجهه. هل من مناد وإماما؟ يا من هال هل أجد عندك ثوبا عتيقا؟ جئت له بثوب عتيق، ما تصنع به؟ قال لحظات لحظات. رفع الإمام طرف ثوبه عن ساقه، وإذا بالدماء جامد على ذلك القيد. قال يا من هال ضع هذا الثوب بين القيد والساق. يقول جئت إلى ذلك القيد وحركه بهدوء بهدوء، وإذا بالإمام ينادي التفت إليه، مولاي أنت لوحدك في هذه الخربة، وإذا بصوت من الخربة، أينك يا حمانا؟ أينك يا مولانا؟ يقول وإذا بطفلة خرجت من الخربة، التفت إليها، من هذه المرأة؟ قالت هذه عمتنا زينب. ولا زال إمامكم على هذه الحالة يؤن أنينا يفطر القلوب. كلما وضع له طعام مزجه بدموع عينيه. يدخل عليه أبو حمزة، مولاي أما آن لبكائك أن ينقضي ولحزنك أن يقول؟ مولاي القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. قال يا أبا حمزة القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة وهل سبي النساء لنا عادة؟ يا أبا حمزة والله ما نظرت إلى وجوه عماتي وأخواتي إلا وتذكرت فرارهن في البيداء من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. قل قلبي يا ابو حمزة تراه تزلزل وذاب مثل المصيبة اللي دهتني ما حد انصاب. ذيك الاقمار اللي بمنازلنا يزهرون، والليل كل من العبادة ما يفتره، سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون. أفرت ساعة وسدوهم حر التراب، لا شفت جسم اللي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح.
لا شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوح، ما خلت لنا كربلا شيخ ولا شاب. أنا بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور، وما الرباب تعاينة ودمومه تفور، وقلوبنا فتها بونينا وعينه الدور، وكل ما طلع منا بدر بالمعركة غاب، ومصيبة اللي هيجت حزني عليا عاينة صدر حسين تحت الأعلى، حرقوا خيمنا وركبوا زينب مطية. شحكي يا ابو حمزة شعدت من هالمصاف، قال لا يا شبل المصطفى ورب السيادة صار القتل لكم يا هل هالبيت عاد، وانتو كرامتكم من الله الشهادة معود على كثر المصايب يا ابن الانجاب. يقول لي انا ما هيج احزاني، انا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديق، ما قصروا بالغاضر يا زلزل نكس الراس دخول زينب مجلس يزيد حسرة من كثر المصايب راس هش. عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء، ولا زال إمامكم يتجرع الآلام والغصاص غصة بعد غصة إلى أن دس له ذلك السم النقي، وكأني به على فراشه يتقلب يمنة ويسرى إلى أن جاءت في مثل هذه الليلة أغشي عليه 3 مرات. أخذ يوصي إمامكم الباقر بوصايا إلى أن عرق جبينه وسكن أنينه، غمض عينيه وأطبق فاه وفاضت روحه. هل من مناد وإماما وسيدا وعليا، غمض عيون وجذب ونا وفاضت الروح. وارتفع من بيت ضجيج الحرام والنوح وناحت سماوات العلا والقلم واللوح وسط القبر نصبت له الزهرة عزية، وسط القبر نصبت له الزهرة عزية. أخذ الإمام الباقر في تجهيز والده لما وضعه على المغتسل
تقول الرواية بينما هو يغسل والده وإذا به قد رجع قليلا وجلس على الأرض ووضع رأسه بين ركبتيه وهو ينادي وأبتاه وعليا. لما نظر إلى آثار القيد والجامعة مولاي أبا جعفر، أنت نظرت إلى هذه الآثار بعد 35 سنة، لكن ما حال الذي نظر إلى جسد والده مقطع بالسيوف والرماح، جثة بلا راس؟ ويلي ويلي يا ساعد الله قلب ابو محمد السجاد، من عاد لحد والده ويدفن الاجساد، 70 جثة اللي دفنها كهول وولاد، بقبور ناس وناس حطها بالحفيق، والشيخ العشير ربار يا جثة بلا راس، وخلى على صدر الطفل مخمد الأنفاس، ويم الشريعة لحد جنازة العباس، الأكبار وإخوانه بقبر شيخ العشير، جابوا لقطعة بارية وجمع أوصال ولفى عسى عيني العمى ودنق وشاه، وحطه بوسط قبره وتخصر وانحنى، وشمى بنحره والضماير تسعر بنار. ودمع عينك جامد وما سمعت بمحنة السجاد. يا الله اخواني عندكم الليلة جمع الى دروس الدينية فاعينوهم عانكم الله، عندكم مرضى اسرى مكروبين محتاجين فلا تنسوهم من الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله يا الله يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله، اللهم اكشف السوء والبلوى عنا وعن جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات. اللهم شافي كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم أيد وسدد واحفظ علماءنا العاملين، وفقهم لما تحب وترضى. أخوتي الحاضرين، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، ارحم اللهم موتاهم وموتانا وموتى المؤسسين والباذلين. للجميع نهدي ثواب سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.